معرفش لو كان فيش حياتي في حد كان هيبقى ايه العلاقة مع ياسمين. ياسمين حد ممتاز جدا ومن اكتر الناس اللي انا حبيتها في حياتي، مع اننا ما قعدناش مع بعض كتير هو شهر بس. يعني اعتقد اللي انت بتفكري فيه ده عبط. يعني انت عارفة انا بحبك قد ايه؟ انت عارفة انا جاي هنا ليه؟ انت عارفة ان انا قدمت على البروجرام ده مرتين قبل كده وكان ولا بيبقى مني. انا حبيت قبل كده، حبيت بس عمري ما حسيت بالاحساس اللي انا كنت حاسه معاك. حسيت ان انا لازم ابقى حاجة، لازم اعمل حاجة في حياتي علشان لازم نبقى مع بعض في قرب. وهو ده اللي خلاني اجي على اقدم على ستار اكاديمي وخلاني احاول اعمل كل حاجة اقدر عليها علشان الناس تحبني، علشان في احلام بتوصل لاحلام. انا ما بعرفش اعمل حاجه غير ان اغني، بعرف اعمل حاجات بس عايز اغني، عايز ده يبقى شغلي، عايز ده يبقى حياتي، عايز اغني عشان الناس تحبني، عشان ابقى معروف، علشان يبقى في حاجه اقدر اروح اتقدم لاهلها فنبقى مع بعض. مستحيل كنت افكر في بني ادم كده قبل كده. يعني حياتي وكاي البني آدم موجود بس حياتي، يعني البني آدم لو راح حياتي ماشي، أنا بعمل حياتي علشاني أنا. يعني إن أدخل بني آدم في عيلتي وفي حياتي وفي كل حاجة ده بالنسبة لي أنا شيء كبير. يعني بالنسبة لي أنا شيء ما عملتوش مع حد قبل كده، إن أنا أخلي حلمي كله رايح في اتجاه إنه عشان يحقق الحلم ده أنا ما كنتش بعمله قبل كده. مش عارف اقول لك ايه. يعني انا عارف ان ده هيجي، يعني هتفرج عليه اكيد. اي حاجه حسيتها ما بين اي حد هنا ما تعدتش في قلبي الصداقه نهائي ولو ليوم، حتى مدى كان قربه ليا ما تعدتش نهائي ان هي صداقه، لان انتي حاجه في حته تانية. أنا في المكان ده مش عشان أحب ومش عشان أهرج ومش عشان أعمل حوارات. أنا في البرنامج ده لثلاث حاجات: عشان أشرف بلدي وأرضي أمي ونبقى مع بعض. دول الثلاث حاجات اللي أنا جاي هنا عشان أعملهم، والبعد ما أخرج في أي وقت من البرنامج هبقى بشتغل عشان أعملهم. أرضي الناس اللي بيحبوني، خلي عيلتي فخورة بيا، وخلي عيلتك وخليكي فخورة بيا لما أجي عشان أتقدم لك عشان نبقى مع بعض. أنت عارفة ده بس يعني عشان أنا مش حابب كل ما نتكلم نفضل نتكلم بالطريقة دي، لأن المفروض أو الطبيعي إن البني آدم الوحيد فعلا بجد، وده كان حصل في أول أسبوعين ثلاثة، إني كنت حاسس انه انا لسه غريب عن المكان ده، بس لما كنت بكلمك وبسمع صوتك بحس انه لا، لازم ابقى موجود، لازم اعمل اللي عليا علشان افضل موجود في المكان ده اكتر عشانك. بحبك وهنفضل على طول مع بعض. مش هعمل حاجة تضايقك، هقدر اعمل اللي عليا عشان ما ضايقكيش. ما تعمليش جو البنات ده وتتضايقي من حاجات عبيطة ملهاش أي أساس. يعني بس أعتقد إن أنا من ساعة لما جيت وأنا بتكلم على إم أكتر من أي حد. الناس خلاص بقى، الناس على الفيسبوك بقى يقولوا لي صوتها حلو. طب انا مش بس انا اللي بغني ولا مين؟ مش حابب خالص ان انا اقعد اعمل ده هنا نهائي، بس كان لازم عشان بعد اللي حصل في اخر اسبوعين ده. حتى هم بيقولوا لي نومينيه، بيقولوا لي بيدوني في بلنتيات. يرموا الكلام ويمشوا، يرموا الكلام ويمشوا.
انا بحبك، كل حاجه بعملها علشانها. عمري ما احب حد في حياتي زي ما حبيتك، حتى لو في يوم من الايام ما بقيناش مع بعض لا قدر الله. في حاجات ما بيننا مش هينفع تبقى مع حد تاني، يعني صعب انها تبقى مع حد تاني. بس سونج غني غني طيب سونج مش مقطع، غني. لا لا، مقطع من الأغنية. اوكي، ام بتحب كل انا بحب منير جدا جدا، بس ام بتعشق وهي بتحبه اكتر مني اعتقد، وياما اتخانقنا بسبب انه في فولدر على الفيسبوك بمنير. هلا يعني اموري يعني تمام. وانا بغني يعني ال3 مرات اللي طلعت فيهم منير الحمد لله غنيت منير الحمد لله، فده احساس جميل جدا بالنسبه. بس انا بعشق منير يعني مفيش حد. فكانت في اغنيه لينا انا وام كده، عشان البني ادم الوحيد اللي في الدنيا بجد بجد لما ابقى انتوا عمركم شفتوني متعصب، ولما ببقى متعصب ببقى رهيب. البني ادم الوحيد اللي اول لما يقول كلمه ولا كأن حصل حاجه هي بجد، وما اعرفش ليه ومش عشان بحب، بس بجد من ساعه لما كنا اصحاب حتى تكلمني وانا متنرفز، فاللي هو ايوه ازاي، فاللي هم الناس يبصوا لي انت مجنون يا ابني ولا ايه، مش كنت عمال تصرخ دلوقتي. في اغنيه اسمها معاكي، بتقول معاكي بضحك بصوت عالي، معاكي بضحك بصوت عالي ومش خايف، وانا عارف قلبك من الحزن مش خالي، بحبك شمس في بردي تدفيني بالدفى الوردي، بحبك حلم على قدي اغلى اغلى ما عندي، ودي حالي معاكي بضحك بصوت عالي. بيوتيفول، كثير حلو، بيوتيفول. لا لا عديني، مش هلو بس صحيح. عندي انهيار ما بعرف، المشاهدين يفكروا ان انا بحب حدا انا، بس انا الحكايات اصلا يبكيوني مش المغنى، ما رح احكي حالي بس ليش هيك منظر وشوش هنشوفي حزن يعني قلنا ضيق نفس يعني ليش لا I think it was a beautiful letter يعني شو اللي beautiful غصة هون لا بس ما كان حاجة لا لا يعني I think أنا ما كنتش يعني أنا أصلا فعلا بس أنا اللي بدي كمان إنه مش تحكوا عن الشخص على troisième personne حكوا directly حكوا دغري مع الشخص مش تحكوا عنه يعني هي هو بالمرايه هلا عملتها بمقاطع بمراحل انا عن نفسي ما تخلوني اذكركم بالاغنيه يعني دغري ساره خلصي بالاغنيه عشان بس هو عارفين انا ما كنتش متضايق نهائي عشان ارتاح. انا اللي كان مضايقني جدا انه ما بحبش تبقى حاجه في حياتي باينه جدا وخلاص واضحه جدا، يعني انا حاسس ان هي واضحه جدا خلاص يعني ما فيهاش كلام، يعني في حاجات بيبقى فيها كلام انت لا، بس باين جدا ان انا ساعه لما جيت في حد في حياتي بحبه بشكل غير طبيعي، فلما احس ان في حوارات هتبوظ الموضوع ده حوارات سوري بس بالنسبه للموضوع ده هي تافهه، فانا كنت محتاج ان انا اقول ده، قلته كتير بس حاسس ان المره دي هيتسمع بشكل اوضح كتير، فبس فهو ده كنت عايز اوضحه. انا هلا اكتشفت انك بتحبي حسام، انا حقول شيء، انا شفتك عم بتتقبري مع حسام بس شفتك عم بتحبي ما بعرف ما بعرف ما ضربك حبي ما اتكسر. هلا ايه رح احكي عن حسام؟ لا مش ما رح تحكي عنه، رح تحكي معه. رح احكي معه لحسام، بس شو بدي احكي؟ بدك تشوفيه قدامك بالاول وتحكي معه مثل ما عمل احمد. نسينا نحن بفتكر تنسانا بفتكر لازم نكون مثل ما كنا بوقت اللي احمد عم يعمل الليتر تبعيته.
هلا انا كتير متضايقه ومخنوقه لانك منك معي هون. الحد الوحيد اللي كان قريب مني كتير وبرتاح معه بس يكون هون وبيسمعني صح وبيفهم علي من قبل ما احكي هو انت. بشتقلك كتير و يا ريتك معي كنت رح اقدر كمل بشكل اقوى اكتر بكتير من هون. وحسيت اني كتير ضاعت لما ما كنت هون موجود. كنت حدا بستند عليه كتير وقت اللي بكون متضايقة وبفش خلقي فيه كتير بس تكون متضايقة وهو نفس الشيء. ما بعرف شو بس بحبه كتير يعني. لا حسام لازم احكي معه. عبالي اتخانق مع حدا وما يزعل مني وبالي عيط على حدا وما يزعل مني. وانت الوحيد الحدا اللي كان يستوعبني بهي الطريقة وأول مرة بيمرق على حدا بحياتي بيستوعبني بهي الطريقة الغريبة وأنا أصلاً أول مرة بكون بهي الطريقة الغريبة عم بتصرف لأنه بالعادة بضبط حالي أكتر من هيك. خايفة عليك كتير وانت برا وحابة اسمع صوتك كتير. هالشي كتير بيريحني عن جد. أنا من النوع اللي بحتاج لحنان كتير كبير بحياتي. هو الشيء يعني 70% مني هو من حاجاتي اللي كل شخص بيحتاجها بحياته هو الحنان. اللي إذا ما لقيته بحدا حدي إن كان بنت أو شاب ما بقدر أكمل. أول شيء كنت عم شوفه بأمي وأخي برا بس إجيت لهون أنت كان الشخص الوحيد اللي بس قرب منه وقعبته كان هو الشخص الوحيد اللي كان يعطيني طاقة كتير كبيرة وحنية كتير كبيرة من قلبه بدون أي مقابل يعني. وله سبب أنا حبيتك يعني جد. هلا ما بعرف شو ممكن يصير بس اطلع برا لأن أنا برا عن جد في كتير قصص رح تضغط علي. بتمنى ما أكون مو قد الحمل لأني لازم بعديك بشي كتير منيح بعد الشي اللي عطيتني إياه هون. خايف أوعدك موفيش أقولك فيه تلاقي مفيش وخاف لو قلت برد أنا أغطيكي بأحساسي ما تدفيش. Thank you. بس بنفس الوقت ما بعرف اذا عم تنتبهوا على البودي لانجويج. البودي لانجويج تبع احمد